الاسم ديالي عبد اللطيف عديل. بون في لو مو بروشين ان شاء الله غادي يدار في المغرب بطوله افريقيه لرياضه السنوكر. لهذا الحدث داروا دي كاليفيكاسيون اللي باش نعرفوا اللاعبين المغاربه اللي غيمثلوا المنتخب الوطني المغربي في التظاهره الافريقيه. ولهذا داروا جوج ديال المراحل الاقصائيه. دارت المرحله الاولى في مدينه الدار البيضاء في ليجندز اكاديمي اللي عطاتنا 8 اللاعبين الاوائل. وجينا لهنا لمدينه فاس للايتش بول اكاديمي باش نتعرفوا على 8 اللاعبين اللي غيكونوا لنا 16 في المجموع اللي غيمثلوا المنتخب المغربي في بطوله افريقيا. الحمد لله الاقصائيه دارت في اجواء جد مناسبه. جميع الظروف الملائمه توفرت للاعبين باش انهم يقدروا يعطيوا كل ما عندهم ويداروا في اعلى مستوى. لا بالنسبه للليجنس اكاديمي اللي في مدينه الدار البيضاء لا بالنسبه للايتش كلوب مدينه فاس. الحمد لله كانت جميع الظروف متوفره والاجواء كانت جد جيده. والحمد لله الدليل على ذلك هو ان اللاعبين جاوا جميع اقطار المملكه. يعني كاين اللي جا من الدار البيضاء، كاين اللي جا من مدينه طنجة، كاين اللي جا من مدينه وجده، كاين اللي جا من مدينه بركان، مدينه مكناس، كاع المدن المغربيه الحمد لله جاوا لهذ التظاهره هذه. وتنتمناو لهذ الرياضه هذه المزيد من التقدم، حيت ديرنييرمون الحمد لله زعما تعرف تطور كبير. وتنتمنى من ان الناس المسؤولين انهم زعما هاد الرياضه هادي يعطيوها اهتمام اكثر باش تزيد تطور في هاد البلاد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. حتاش عبد الجليل، حكم دولي في رياضه السنوكر. الحمد لله الاجواء ديال الاقصائيات ديال بطولات افريقيا دازت على احسن حال. لا بالنسبه للاقصائيات اللي دازت في مدينه الدار البيضاء اللي خدينا منها 8 ديال اللاعبين في نادي الليجند اكاديمي، و8 ديال اللاعبين اللي خديناهم في مدينه فاس في نادي ايت بول اكاديمي. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر الناديين والمسيرين ديال هاد الناديين اللي وفروا جميع الحوايج اللي يقدروا يحتاجوهم لاعبين، لم طاولات على مستوى عالي، طاولات دابا بغينا نقولوا ذات صبغه احترافيه بحال اللي كنشوفوا في لي كومبيتيسيون انترناسيونال. لا من الناحيه ديال الحكام اللي الحمد لله دابا عندنا حكام مغاربه في المستوى اللي خداو لي بادج افريكان واللي عندهم مستوى كبير يقدروا يمثلوا المغرب في المناسبات الافريقيه ولا الدوليه. وكنبغي نعاود نشكر الناديين اللي الحمد لله اللي وفروا لنا. انا كحكم كنوه بهم لانهم داروا مجهود كبير، لا مع الحكام لا مع جميع الاحتياجات ديال الحكام، لان هما طرف كبير في الانجاح ديال هاد التظاهره. وان شاء الله بحول الله كنتمنى هاد الرياضه تاخذ القيمه ديالها في وسط الرياضات، لانها رياضه ذهنيه ورياضه كتحتاج لتركيز كبير وكتحتاج المدربين وكتحتاج النوادي. وكنتمنى يكون التفاته لهذه الرياضه تكون التفاته فريمون كبيره، لانها رياضه زوينه بزاف ودات كتنمي القدرات الذهنيه عند الشباب ديالنا. وشكرا.